كمل استاذ عماد. الموضوع العائلي كان اما مساعده ماديه من نديم او افلاس شركه رياض. هيدا الطلب فاجأ نديم كتير، واللي فاجأه أكتر هو المبلغ. حنان كانت تعتبر إنه الوصية اللي تركها بيا ما كانت عادلة، وإنه بحق إلا تطلب أي مبلغ اللي بدها إياه. بالبداية نديم طلب مهلة حتى يدرس الموضوع، وما كان رح يوافق لو ما نسرين وقفت بوشه. ليه بدعت الناس اللي ما كان بدهم اختي؟ لانهم خايفين ما يطلع اولادهم مثلي، لاني اعمى ومريض ما بدي اعطيهم ولا قرش. هيدا قراري الاخير. نديم حبيبي، هيدي بالنهايه اختك وما عندها حدا غيرك، وهلا ما احتجت لك واقع بضيقه هي وجوزها، مين بده يساعدها غيرك؟ لما احتجوا لي اعترفوا فيه، كانوا يستحوا فيه. فكرك رح انساهم؟ رح انسى الجرح اللي تركوا فيي؟ مش رح انسى. بترجاك حبيبي، بترجاك ما تكسف اختك. هي ما طلبت تعطيها، طلبت دين. وبس يمشي الحال رح تردن. بليز اعطيها اللي بتريده. كمل استاذ عماد. الطيبة والسماح والفضائل يلي زرعها الاستاذ فارس بنديم، بالاضافه الى حبه لنسرين، خلوه يتخطى جرحه ويعطي اخته المبلغ بدون سندات، بدون شكات مؤخره، فقط وعد بدفع المبلغ لما تتحسن احوال الشركه. بعد هالزياره ما عادت حنان شافت خيها، ولا حتى رياض كلف نفسه انه يتصل فيه ويشكره على مبادرته. لكن الاحوال ما دامت كثير، ورجعت الشركه تعاني من عجز مالي كبير، خلت رياض وحنان هالمره يطلبوا من نديم مساعده ماليه اكبر بكثير من اول مره. هذا المبلغ فوق طاقتي وامكاناتي. بعتذر منك، ما في اعمل لك شيء هالمره. نديم، البنك اللي عم نتعامل معه ما عاد يقبل يديننا، والبنوك التاني صار تعرف بوضع الشركة، حتى مبالغ صغيرة ما عم تقبل تعطينا. ما في غيرك يقدر يحل المشكلة. ما في أعمل شيء. بلا بتقدر، فيك تقدم الطلب للبنك باسمك ونحن منسدد الدين للبنك من خلالك. ما فيي خون ثقة البنك وثقة الناس فيي، خصوصا انه عليك دين لإلي وبعد هلا ما سددته. كيف بدي اوثق انك بدك تسدد للبنك؟ انت بتعتبره دين، انا بعتبره حق. هيدا مال البابا يلي ما كان عادل لما حرمني انا والماما وعطيك حقنا. زواج رياض من حنان كان من الأساس مبني على الطمع بثروة أسعد عيسى، ولما كشفت الوصية عن حصة حنان رياض انصاب بخيبة أمل كثير كبيرة. حضرة الرئيس حضرات المستشارين، ضرر رئيف العاطفة بيلتقي مع ضرر رياض المادي، بيبقى فيه الضرر المعنوي يلي لحق بندى وبيرغدة. قضيت وقت طويل فكر بكل حيثيات وتفاصيل هالقضية المعقدة، ولابد اني سجل ظني بإمكانية ارتكاب ندى وراغدة جريمة قتل نبيل عقل مع بعضهم.
جورجيا؟ الضرر المعنوي اللي صاب خطيبة الضحية كان أكبر من كل اللي مرقوا بحياته بما فيهم راغدة، يلي بيعتبر إنه الضرر يلي صابها بصورتها الاجتماعية كونها مذيعة مشهورة ومعروفة. ندى كانت تعتبر إنه كل العلاقات اللي مرقوا على نبيل كانت علاقات عابرة، وما اهتمت أبداً إلا لعلاقة القتيل براغدة. لكن راغدة ومثل ما سمعنا من شهادتها لما تخلى عنا نبيل تم الاتفاق بينه وبين ندى على أنهم يواجهوا نبيل مع بعض. شوفي راغدة، أنا ما كان لازم استقبلك، لأن اللي صار بينك وبين نبيل عذبني كتير وجرح لي كرامتي ومن أيامني ليلة طويلة. ما بتعرف شو كنت اتخيل، ياه شو كان عبالي قتلكم تانيتكم سوا. بس كنت اتراجع وعود على الجرح وابكي لوحدي. مثله مينة، لأنه الحق على نبيل اللي وصف لي إنه حياته معك ما عاد لها معنى وإنه ما بقى يحبك. بس ما بده يزعل بيو، لأنه بيعتبر إنك أكتر إنسانة مناسبة لابنه. أنا ما بقدر لوم إلا نفسي، لأنه كنت بعرف ما بيقدر يثبت على العلاقة وكان عم بيخوني وما كنت عم بتركه. يمكن لأنه كنت أخذ قرار أتجوز لو شو ما صار. بعدين لكل حادث حديث. بحب أعرف إذا الأمور رجعت بيناتكم منيحة. ما تفكر هذا الشيء بيعصبني، بالعكس على القليلة بعرف إنه معك مش مع وحدة تانية. للأسف علاقتنا بعدها مثل ما هي، لا عم تغرق ولا عم تعوم. رغم علاقة نبيل براغدة بقي على حبه وتعلقه بخطيبته، إلا أنه بعد غرامه بنسرين ما قدر يبقى مع ندى فقرر يتركها، والتقى بنسرين وخبرها. نسرين، في موضوع مخبي عليك لازم تعرفي. أي موضوع؟ أنا خاطب وبدي أتجوز. لما تعرفت عليكي بطلت فيي كمل مع خطيبتي، واليوم قلت لها إني مغروم بوحدة تانية وتركتها. قلت لها اسمي؟ لا أبدا، ما ذكرت اسمك قدامها. ما كان لازم تعمل هيك، ما كان لازم تترك خطيبتك. لأنه أنا ما بقدر أترك جوزي ولا بقدر أبقى معك. صدمة ندى كانت أكبر من أنه تتحملها، فقررت تراقب نبيل لحتى تعرف مين دمر لحياتها. ما كانت ندى قدرت عرفت شي عن هالعلاقة السرية لو مرقيف بيجمع معلومات عن نبيل وبيجتمع بندى خطيبته وبيخبرها عن نسرين وعن قصته وبيعطيها صور. احتفظت ندى بسر هالعلاقة وكرامتها ما سمحت لها ترجع لنبيل. أما رقيف يلي كان عم بيخطط مع رياض ما قال له عن هالعلاقة لحتى يضل بعيد عن أي إشارة بتثبت معرفته بالموضوع. قدر رقيف يخفي معرفته عن علاقة نسرين بنبيل عن بسام ورياض، وقدرت ندى تخفي عن راغدة وعن خليل والد القتيل نفس المعلومات.
رياض بيتفق مع رئيف على انهم يتخلصوا من نديم لحتى ترجع له نسرين، مع العلم انه رياض كان عم بيخطط بدون ما يعرف رئيف لحتى يتخلص من اثنين وترجع له الثروه. بسام كان المخبر لقاء مبلغ من المال. ندى وراغدة كانت علاقتهم مع رياض وبسام ورئيف للانتقام من نبيل، لكن مش بالقتل. لما صارت الجريمة انخلطت كتير وراق، وما كان حدا حاسب انه في مجرم عم بيخطط لقتل نبيل عادل. رح نرجع ناخد أقوالك مرة تاني، وبتمنى تحكي كل يلي صار بوضوح وما تنسي ذكر أي تفصيل مهما كان صغير. مفهوم؟ مفهوم. تفضلي. حضرة الرئيس، حضرات المستشارين، الجاني الحقيقي توفرت له كل الدوافع ليقوم بجريمة درسها وخطط لها لتكون جريمة كاملة، وساعدته الظروف إنه موكلة تبناها ليحمي المرأة اللي كانت الضوء الوحيد بحياته. إذا رجعنا لأرشيف علاقات نبيل عقل المتعددة، نتوقف عند سهام حواء، عارضة الأزياء. هالعلاقة يلي نتج عنها مأساة عائلية. سهام حواء كانت ست متزوجة، وزوجها كان يشتغل بالخليج. مارست مهنة عرض الأزياء من باب الهواية، وجرف تيار الشهرة لعلاقات عاطفية متعددة، آخرها كان علاقتها بنبيل عقل، ونسيت إنه عندها رجال وعائلة وراها. تحرياتنا عن سهام كانت مفيدة وبناءة، وقدرنا عرفنا محل إقامتها، وأول لقاء كان ببيتها مع الأستاذ حسان كعدة من فريق عملنا. ست سهام، بيهمني أعرف قد إيه لك مش شايفة جوزك. من وقت ما اتطلقنا، من سنتين تقريبا. وولادك عم تشوفيهم؟ لا، لأنه جوزي ناجي منعني إني شوفهم. بتعرفي وين ممكن نلتقي بالأستاذ ناجي؟ ما بعرف، من وقت ما انفصلنا أخذ الولاد وسافر وما عادت شفته. أكيد بتكون عرفتي إنه نبيل عقل انقتل. كان لازم من زمان ينقتل. هيدا الجواب، وحسب الأستاذ حسام، رسم على وجه سهام علامات من الكره والحقد والانتقام. تحقيقنا مع سهام ما توقفهم، فبعد محاولات كتيرة قدرت أنا شخصياً قبلها واستدرجها بالكلام عن علاقتها بالقتيل. بالأول كان في تناقض بحديثها، لأنها كانت عم تتهرب من الأجوبة يلي بتقربها من مسرح الجريمة، إلا أنها ذكرت الأسباب يلي خلت نبيل يتركها. نبيل وعدنا من بعد ما اتطلق دغري رح يتجوزني. بما أنه كنت حبه حب عطل كل تفكيري، ما عادت حسبت حساب لأي شي تاني. طلبت من جوزي الطلاق، وكانت صدمة لإله ولعائلتي كمان. ولما حصلتي على الطلاق، وفى نبيل بوعده؟ كل يلي عمله أنه عرفني على بيو، ويا ريت ما تعرفت عليه. شو اللي صار؟ بتأسف مدام سهام، أعرف إنك كنت مجوزة وعندك أولاد، لكن حتى لو كان طلاقك من جوزك بسبب ابني، أنا شخصياً ما بوافق على هيك نوع من العلاقات. بابا بترجيك، العلاقة اللي بيناتنا جدية. أنا بحبه لسهام وبحترمه، وما بقبل منك إلا تبدلها نفس الاحترام. أنا بحترم كل الناس طالما هن بعيد عن بيتي وعن عائلتي وعن مجتمعي، والعلاقة اللي حضرتك تعتبرها جدية أنا بعتبرها أنانية. خلت أم تترك جوزها وولادها وما تفكر ولا لحظة إنها أم. بالإذن. بعد كل اللي صار،
كيف كان تصرف نبيل معك؟ بعد كلام بيو كنت متوقع انه يعمل خطوه متقدمه ويتجوزني، بس للاسف كل يلي عمله انه بعت لي خاتم هديه وورد ومبلغ صغير، وعد انه يتجوزني باسرع وقت. وليه ما نفذ وعده؟ لانه كان خاطب وما خبرني. كيف عرفته؟ كنت راجعه على بيتي وبلاقي وحده ناطرتني بمدخل البنايه وطالع الشر من عيونها. طلعي فيي واسمعيني منيح، اذا بعرف انك شفتي نبيل او حكيتي او اتصلتي فيه ما رح تكوني مبسوطه. عم بتهدديني؟ بهددك وبهدد اللي خلفوكي. بعدي عن خطيبه بالمنيح والا رح تشوفي شيء ما رح يعجبك. تفضلي فيلي من هون احسن ما انت تشوفي شيء ما رح يعجبك. قلت لك اللي كان بديك تسمعيه، وقبل ما فيلي من هون رح ارجع ذكرك، بعدي عن خطيبه. شو كان جوابه لما عرفت انه خاطب؟ نكر هالشي وقال عن خطيبته انها وحده من يلي بيفرضوا حالهم عليه. طيب لما عرف انها هددتك كيف برر الموضوع؟ قال انه هو رح يتصرف معه ويحط له حد. انت صدقتي؟ صدقت وضليت معه ونسيت كل اللي صار. صرت كل ما اساله عن الزواج يتهرب ويخلق اعذار. صار هيدا السؤال يبعدني عنه، صرت شوفه بس بالمناسبات. واخر مره شفته فيها تركت جوزي واولادي، خربت بيتي كرمالك. كل ما اسالك عن الزواج بتخترع 100 حجه. كنت شوفك كل يوم، صرت شوفك بالشهر مره. شو القصه نبيل؟ قلي. عندي مشاكل كبيره ياخدك الوقت، ما عم بقدر افكر بشي تاني. كل الناس عرفت انك طلقت حتى اتجوزك. ليه عملت فيي هيك؟ ليه عم بتشمت الناس فيي؟ ما انا مشكلتي معك الناس. لو ما كلام الناس والحكي اللي وصلوا لبي عنك وعن علاقاتك بكتير رجال قبلي كنا هلا تجوزنا. الظاهر انا وجوزك تاخرنا لعرفنا انك مره ما بتشرف انه رجال يحطها على اسمه. يا كلب يا حيوان، وليه خربت بيتي وشردت ولادي كرمالك عم بتقلي هالحكي؟ بدي اقتلك، بدي اقتلك. اطلعي برا، اطلعي برا. في لزوم اسالك شو عاد صار؟ ما في لزوم بقى تسالني شيء من بعد ما قال لي اني مره ما بتشرف رجال يحطها على اسمه. انتهت قصتي معه وبقيت لحالي ليالي ابكي واندم واتعذب وحابسه حالي ببيتي. شو كان شعورك لما عرفتي انه انقتل؟ الجواب بتركه لنفسي. وبسألك، انسان مثل نبيل عقل ما كان لازم ينقتل؟ هذا الجواب انا كمان رح اتركه لنفسي. بخاطرك مدام سيهان، وشكرا على المعلومات. بالاسم، الله معك. هل فعلا نبيل عقل بيستحق القتل مثل ما سالتني سيهان حواء؟ كل الشهادات اللي انعطت عنه بتدل انه ما كان فعلا شاب مثالي مثل الشهادة اللي اعطاها بيو الاستاذ خليل. مع انه خليل عقل كان اب فاضل حاول ابعاد ابنه عن عدة فضايح نسائية تورط ابنه فيها، الا انه محاولات الاب زادت الابن تهور وانغماس بشهوته. هل كان نبيل عقل فعلا بده يتجوز سهام حواء؟ الجواب لا. كانت بالنسبة له مجرد نزوة كلفتها لإلها طلاق وحرمان من شوفة ولادها. أما صميم الموضوع فهو طبيعة هالجريمة ووضع الحقيقي. فبعد مقابلتي لسهام تركزت تحقيقاتنا على أن نلاقي ناجي نصر زوج سهام وكيف بدنا نقابله. وتولى هالموضوع بيرلا وجول موجودين معنا عن المتهم. وكانت المفاجأة. مازن مختار عم بيقول انه ناجي بعده مسافر وعنده خيته ميت من سنتين برات لبنان. كيف معقول انسان ميت من سنة يرجع يفوت على الأراضي اللبنانية؟ ما بدي قلق التفكير. ناجي رجع فات على لبنان بباسبور خيو الميت، والسبب واضح. صح، السبب واضح.
هلا حتى عرفت الاستاذ بشو كان عم يفكر. خلينا ما نستبق الامور ونشوف الاستاذ كيف رح يتصرف. اكيد رح يتصل بالنيابه العامه. وبالفعل عطيت خبر للنيابه العامه، وبين التحقيق الرسمي وتحقيقنا الخاص توصلنا لمعرفه هويه القاتل الحقيقي. طلاق ناجي نصر من زوجته سهام كان صدمه كبيره للزوج المخلوع. عض على جرحه وبلش يخطط للانتقام من نبيل عام. نفذ جريمته بكل دقة وبعد مراقبة كل تحركات القتيل، وخصوصا بعد ما تقرب منه وصار موضع للثقة والاطمئنان. القاتل الحقيقي ناجي نصر اشتغل بالأوتيل ليضل قريب من ضحيته، وكان دخل الأراضي اللبنانية تحت اسم خيو التوأم سلمان. ست نسرين؟ نعم. ما بعرف شو بدي اقول لك. شو بك؟ شو في؟ خواجة نديم. شو بك نديم؟ قتل شاب اسمه نبيل عقل. شو عم تقول؟ هيدا اللي صار. دركوا الشرطة كلهم فوق. ليه لا اعطيتوني خبر؟ دقينا عليكي على الغرفة، ما حدا رد، افتكرناكي برات الأوتيل، لهلا لعرفنا إنك هون. لما كان سلمان عم بيراقب ضحيته يوم ارتكاب الجريمة بيلبس سلمان نفس العباية والشال واللي هو بالحقيقة كان ناجي، وبيتوجه ليرتكب الجريمة. ومثل ما عرفنا كانت نسرين قبل بشوي تركت أوضة نبيل لما حاول يرجع على قلو. أنا بحبك وبعرف إنك بتحبيني، وخسارة اللي بيناتنا إنه ما يكمل. خسارة إنه أنا وأنت ما نتجوز ونجتمع تحت سقف واحد ونعمل عائلة ونعيش حياة ما كنت بتمنى عيشها إلا معك. الحياة قدامك نبيل، بكره بتنساني. يا ريت فيي انساكي، يا ريت. رح تضلي بحياتي امنيه ما تحققت. حبك تمل وقلب مجروح رح يضل ينزف. امنيه ما تحققت، حبك تمل وقلب مجروح. هيدا كان رح يكون حال نديم لو انا تركته. نسرين، أنا بكرة الصبح مسافر، ما بقى رح تشوفي وشي. أنا حزين لأنه ما بقى رح شوف عيونك ولا ضحكتك
ولا رح أحس بشعرك أنت ولاقي راسك على كتفي، ولا رح أعود أسمع منك كلمة بحبك، وأنت حياتي. لما هربت منه تركت الباب مشكوك ما سكرته، ولما وصل كان معه مفتاح تاني كان أخده من الأوتيل من دون علم حدا، وما عاد استعمل المفتاح لما لقى الباب مفتوح. عارف انه رح ترجعي، ناجي ناصر جوزة لسهام اللي خربت له بيته وحياته. نعم حضرة الرئيس وحضرات المستشارين، هيك تم تنفيذ الجريمة بالوقت اللي كان فيه المتهم اللي قدامكم طالع لحتى يفاجئ مرته بالجرم المشهود. كان ناجي عم بينظف بصماته عن كل شيء. وجيه اعتقدت انه ناجي هو بسام. شو بقول استاذ بسام مستعجل هالقد؟ وضلت تسال حالها ليه لما اكتشفت الجريمه اول واحد كان قدامها ناجي. نعم حضره الرئيس وحضرات المستشارين، ناجي نصر رح يوقف قدام عدالتكم لينال عقابه على جريمته. بختم مرافعتي وأنا راضي عن المهمة اللي توكلت فيها للدفاع عن نديم عيسى، يلي رح تحكموا من هلأ على براءته وتطلقوا سراحه.
وبعتذر من نسرين يلي بحق لها تحقد علي لاني كشفت نواحي معينه من حياتها الخاصه، وبعتذر من موكلي يلي سببت له جرح كبير لما كشفت قدامه سوء مسلك زوجته. بتمنى اكون نلت رضا ست باسمه والده المتهم، لكن الشخص الوحيد اللي راح يكون اسعد الناس بهذا الدفاع هو الاستاذ فارس ابراهيم يلي عزز كل الفضائل الحسنه والكبيره بنديم عيسى. حضره الرئيس، حضرات المستشارين، بشكركم للوقت اللي اعطيتوني اياه لاستكمال مرافعتي. انتم اللي بتشهد لكم هالمحكمه بالعداله باسمى صور، واطلب اعلان براءه موكلي من الجرم المنسوب اليه وكف جميع التعقبات بحقه واطلاق سراحه فورا. رفعت الجلسه ل 25/7/2011 لاصدار الحكم.